لكي لا تمس البشرة بشرة، وإنما كما فعل علي رضي الله عنه بأن تجعل خرقة أو فوطة فيدلك بها المغسل يدا أو جسم الميت. كذلك أيضا يستحب أن يغسل جسد الميت 3 مرات وهي أقل الكمال، أو 5 أو 7، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمن غسل بنته اغسلوها 3 أو 5 أو 7، فيستحب الزيادة، والواجب إنما هو 1، وأما الزيادة فإنه سنة، فيستحب 3 غسلات ويستحب 5 ويستحب 7. مما يستحب أيضا أنه يستحب أن يجعل مع هذا الغسلات جميعا، الصحيح أنها في الجميع 7، أن يجعل فيها جميعا ما ينظف الجسد، وهو ثفل الصدر، حثالة الصدر تحت، فيجعل فيها غسل. والصدر هنا قلنا ماذا؟ إنما هو منظف. فلو أراد امرؤ في بلد ما مثلا، بعض الناس سبق أن كلم الناس في أوروبا يقول ما نعرف الصدر، ما الذي نجعل مكانه؟ نقول نجعل المنظفات التي لا تؤذي الميت، فيغسل مع كل غسلة بثفل الصدر من باب تنظيف جسده. ونحن قلنا إن المسلم يستحب له في غسل الجنابة أن يغسل جسده بمنظف، لحديث أوس بن أوس الحدثاني، من غسل إيش واغتسل، أي غسل سائر جسده وغسل رأسه بمنظف ونحوه. يقول أهل العلم إذا جعل ثفل الصدر مع الماء فإنه يغسل بعده الماء لكي يزيله، لابد أن يأتي بعده ماء لكي يزيله مع كل غسلة، تجعل الأولى ثم تجعل ماء لكي تزيله، وهكذا في 7 أو في 5 أو في 3 جميعا. مما يستحب أيضا، مما يستحب أنه يجعل في الغسلة الأخيرة 3 أو 5 أو 7 إن شئت، أنه يجعل معها كافور. والكافور إنما جعل لتغسيل الميت لمقصدين، لفائدتين. الفائدة الأولى جعل ليستخدم طيبا، هنا يستخدم طيب، فإن العرب قديما كانت تستخدم الكافور طيبا يسيرا، مثل الآن بعض الأطياب التي تجعل الجسد. والأمر الثاني أن الكافور يشد الجسد، يشده، فلذلك استحب فقط في الغسلة الأخيرة أن يكون فيه كافور، وهو الذي تكون فيه الرائحة. مما يستحب أيضا كما يستحب للحي أن تنشف الأعضاء، فإن النبي صلى الله عليه وسلم عندما اغتسل من جنابته كان ينشف أعضاءه، ينشفها بخرقة، وهذا ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك لما توفي عليه الصلاة والسلام وغسله الصحابة نشفوا أعضاءه، نشفوها، مما يدل على أن تنشيف الأعضاء هنا سنة وليس واجب، نعم هو سنة ومشروع. التي قال العلماء أنها ليست بسنة لخارج موضوع الجنائز، من العلماء من قال إن الوضوء المعتاد، شوف ليس الغسل ورد النبي صلى الله عليه وسلم تنشف، من العلماء من قال إن الوضوء لا يشرع، ليس معناه أنه ممنوع، لا يشرع فيه التنشيف. ودليلهم في ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن المرأة إذا توضأ وأحسن الوضوء خرجت ذنوبه مع آخر قطر الماء، فقال يستحب أن تترك الماء يتقطر. ولذلك جاء في بعض الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما توضأ، شوف ليس غسل، عندما توضأ أتي بخرقة فردها عليه الصلاة والسلام، فلم يعني ينشف أعضاءه. فلذلك قال بعض أهل العلم إنه يعني يستحب في الوضوء عدم التنشيف، ومن أهل العلم من قال لا، إن هذه من الأفعال العادات، أن يسلم تنشف من الجنابة ولم يتنشف من الوضوء، فدل على أن أصل الفعل ليس له استحباب من عدمه. طيب، من المسائل المهمة أيضا التي تمر معنا أن الفقهاء تمر علينا في كتب الفقهاء أنهم يقولون، يقول فقهاء يمنع التغسيل أو يكره التغسيل بالماء الحار، هل هذا الكلام له وجهه أم لا؟ نقول إن الماء الحار إنما كرهه الفقهاء لأنه يضر الجسد، يقولون هذا، فلذلك استحبوا الماء الفاتر البارد، ولا يعنون به البارد الجامد، فلذلك استحب، فهو ينظر ما الذي فيه مصلحة الميت ومصلحة المغسل، ربما المغسل لا يستطيع أن يغسل بماء بارد في شدة البرد ونحو ذلك، ولذلك يقولون يكره الماء الحار إلا في شدة برد ونحوه، ومثله يكره الخلال إلا لحاجة. المسألة التي نختم بها الغسل ثم ننتقل للمرحلة الرابعة، إذا لم يمكن غسل الشخص، إذا وجب تغسيل الشخص
وجب تغسيل ميت الذي لا يجب تغسيله شخصان تعرفون الشهيد ومن والطفل الذي يكون عمره أقل من 4 أشهر. إذا وجب تغسيل الميت ولم يمكن تغسيله لسبب أنه مثلا مصاب بحريق ولو غسل لتقطع جلده، أو أنه مصاب بمرض معدي فربما لو غسله أحد لأصيب المغسل بهذا المرض ربما، أو أنه لأي سبب من الأسباب يكون، أو لم يوجد ماء ونحو ذلك، فما الذي نفعله؟ نقول الحكم هنا كالحكم في غسل الجنابة، غسل الجنابة إذا لم يستطع المرء أن يغتسل فإنه على الصحيح واختيار الشيخ تقي الدين، فإنه إذا استطيع مسح العضو أجزأ، فإنه أولى من التيمم. إذا نبدأ نقول إذا لم يمكن غسل الميت كاملا أو جزء منه فيكفي المسح، وهذا اختيار الشيخ تقي الدين بن تيمية، يعني شخص لا نستطيع تغسيله فإنه يكفي مسحه بخرقة إن أمكن ذلك، خرقة فيها ماء طبعا مسح، وهي الدرجة إيش قلنا تذكرون الأولى، يجزئ المسح عن التغسيل. طيب ما أمكن مسحه أي بالماء؟ قالوا فإنه حينئذ ييمم. وكيف يكون تيميم الميت؟ لك طريقتان أيها الميمم، إما أن تضرب أنت بيديك على التراب ثم تمسح وجهه ويديه، فتمسح وجهه بيدك أنت ثم تأخذ يديه فتمسح عاليها وباطنها، ظاهرها وباطنها معا، الحي يمسح الظاهر فقط لأن الباطن ضرب عليه على الصعيد، وأما الميت فإنه يمسح ظاهره وباطنه معا. هذه الصورة. الصورة الثانية في تيميم الميت كيف ييمم، أن تأتي بخرقة وتضربها على الصعيد، تأتي بخرقة وتضربها خرقة عادية ثم تمسح بهذه الخرقة وجه الميت ويديه. إذن هذه هيئتها، هذه هيئة تيميم الميت، لك صورتان إما بيديك أو بخرقة فقط، والباقي ما يأتيه تراب ولا يأتيه ماء ولا شيء، مثل الحي تماما، مثل أحكام الحي تماما، فقط الوجه اليدين الكفان فقط لا يوصل بهما إلى المرفق مطلقا وإنما إلى الرسغين. طيب المرحلة الرابعة التي وصلنا إليها وهي مسألة تكفين الميت، هنا مسألة مهمة، أن التكفين يجب أن يكون من مال الميت، هذا الأصل. وكثير من الناس الأحياء يمتنع، طبعا يجب عليه إذا لم يوجد من يبذله، وكثير من الناس الأحياء إذا تطوعت وتبرعت له بثوب لم يقبله لأن نفسه أبية ويرى أنه كذلك، ولذلك الفقهاء يقولون إن مؤنة التكفين، مؤنة الكفن والطيب وما في حكمه، مؤنة الكفن ملحق بالكفن، أنه إذا لم يوجد من يبذلها فإنه يجب أن تكون من مال الميت أو من والي من وجبت نفقته عليه. فإن وجد من يبذل مؤنة الكفن مثل الآن المغاسل الموتى الموجودة بحمد الله، فإن الفقهاء يقولون يكره أن يكون مؤنة الكفن من غير ماله، يجوز لكن مكروه. لماذا؟ لأن الكفن لباس للمرء، وكثير من الناس يأبى أن يلبس ثوبا أعطي إياه من باب الصدقة أو الهدية، يريد أن يكون من ماله هو، ولذلك يقول العلماء يستحب أن مؤنة الكفن تكون من مال المرء نفسه. ولذلك أنا أقول لكثير من الإخوة الذين يقومون على التغسيل احرصوا على أن يكون يباع الكفن، فإذا أريد الشخص أن يموت يقول من أراد أن يشتريه، لكي نخرج من كلام الفقهاء من حيث الكراهة، ويبقى التبرع مفتوح، فإن وجد من يتبرع بها فإن الأفضل والأكمل والأتم أن تكون من تركة الميت، لأن المقصود قلنا من أعمال وأفعال أحكام الجنائز كلها إنما هو احترام الميت، وكما أن الحي يأبى أن يلبس ثوبا تصدق به عليه، فكذلك لو كان ميتا فإنه لا يرضى أن يتصدق عليه، لذلك الأولى أن تكون المؤنة من ماله هو. طيب
سنتكلم عن الكفن في 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 مسائل. المسألة الأولى: ما هي صفة الكمال وصفة الإجزاء في الكفن؟ ثم سنتكلم عن ما الذي يكون منه الكفن. صفة الكمال في صفة الإجزاء في الكفن، وهو أقل ما يسمى كفنا، هو ثوب واحد يغطي سائر جسده. فإن لم يمكن أن يغطي سائر جسده فإنه يغطي عورته وأعلى جسده، الجزء الأعلى من جسده، لأن الوجه أكرم من القدمين. وإن لم يمكن ذلك فإنه يكتفى بأن يكون الثوب مغطيا لعورته، مغطيا لعورته. وهذا ربما الحاجة لهذه المسألة قليلة جدا في قضية فيما لو نقص عن ستر سائر جسده. وأما صفة الكمال وحد الكمال فإنه ينقسم إلى ثلاث حالات أو أربع. فنبدأ أولا بمن يشرع له ثلاثة أنواع من الأقمشة، وهو الرجل. فإن الرجل يغسل في ثلاثة ثياب، ليس أو يكفن في ثلاثة ثياب ليس فيها عمامة وليس فيها قميص، فيجعل المرء على ثلاث لفائف، ثلاث لفائف يعني ثلاثة قطع من القماش ليست مفصلة. ويجوز أن يكفن الرجل في قميص، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كفن عبد الله بن أبي في قميصه، خلعه وألبس، فقالوا أنه يجوز، ولكن الأولى أن لا يكون فيها قميص كما فعل بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم. فتجعل ثلاث لفائف، ويجعل الميت على فوق الثلاث. لماذا قالوا تجعل فوقها فوق بعض؟ لأن لو جعلنا الميت واحدة ثم ثانية ثم ثالثة أكثرنا من تقليبه، وفي تقليب الميت أذية له وعدم احترام، فلذلك تجعل اللفائف ثم يجعل الميت عليها. ثم تلف كما يلف الحي، تجعل اليسرى ثم اليمنى فوقها، وهكذا هذه الثلاث كلها. ويقول أهل العلم إنه في هذه اللفائف الثلاث، ومثله يقال في المرأة الخمس، يستحب أن تكون من جهة الرأس أطول من جهة القدمين، لأن الرأس أشرف، هذا واحد. وثانيا لكي يعرف أين الرأس لما يصلى على الميت في المسجد أو يحضر في المقبرة، يعرف رأسه بطول اللفافة التي تكون من جهة الرأس، فهذه تكون كالعلامة. فإذا كانت طويلة من جهة الرأس لفت أو أرجعت مرة أخرى على 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 على, 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 على الرأس، يعني تكون طويلة ثم ترجع لكي لا تكون زائدة عن طوله. فإذا جعلت اللفائف على هذه الهيئة ثم بعد ذلك يسن عقدها لكي لا ينفل ويخرج الميت ويرى، وإنما تحل عندما يوضع في قبره، ولا تحل اللفائف إلا إذا وضع في قبره. وحل اللفائف سنة في القبر، حل اللفائف سنة في القبر، وسنمر عليه إن أمكن الوقت. المرأة أيضا، وهذه كل هذه معلومات سهلة جدا، المرأة يكون تغسيلها أو تكفينها في خمس، في خمسة ثياب، في درع وهو القميص، وفي مئزر، وفي لثافتان، وفي إزار، في إزار وقميص ودرع ولفافتان. فالمرأة تكون في خمسة، ولو جعل وفي خمار، ولو جعل في أقل من ذلك أجزاء، ولو جعل في أقل من ذلك أجزاء، وإنما السنة خمس كما أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أم عطية أن تفعل لبنته رضي الله عنها لما غسلتها. الذي يشرع له قطعتان فقط هو المحرم إذا مات، المحرم إذا مات فإنه لا يركن. ولذلك جاء أن أنس مرة صلى فكبر ثلاثة تكبيرات فقط فنبه، فرجع وأعاد الصلاة وصلى وكبر أربعا. فهم الفقهاء أنه أعاد الصلاة فكبر أربعا، فقالوا فكبر أربعا أي أعاد التكبيرات كلها، ما يدل على أنه أعاد الصلاة. فمن تعمد ترك ركن من أركان الصلاة كعدد التكبيرات الأربع وهو الأقل، أو ترك الفاتحة أو الدعاء وما سيأتي بعد قليل فإنه، أو صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه متعمدا بطلت صلاته. هل يجوز الزيادة على الفاتحة؟ الفقهاء يقولون يكره الزيادة على الفاتحة، لأن السنة في صلاة الجنازة الإسراع فيها وعدم الإطالة، ولكن الصحيح أنه يشرع، لما ثبت من حديث ابن عباس رضي الله عنه أنه صلى على جنازة فقرأ بالفاتحة وبقل هو الله أحد. لكن لا شك أنه لا يشرع التطويل للإمام أكثر من ذلك، يقرأ شيء طويل لا يشرع.
بعد ذلك بعد التكبيرة الثانية يكون الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وصفتها صفة الصلاة الإبراهيمية، وقد جاءت الصلاة الإبراهيمية عن النبي صلى الله عليه وسلم بأكثر من صيغة، ولا يجوز التلفيق فيها، وإنما يجب أن يؤتى بإحدى الصيغ، ولا يزاد على الصلاة الإبراهيمية بشيء مطلقا، من زاد من أهل العلم ولو كلمة لا يشرع، مثاله زيادة كلمة أو زيادة دعاء. زيادة كلمة بعض الناس يقول اللهم صلي على سيدنا محمد، نقول لا، هذه زيادة كلمة ولا يجوز. زيادة جمل ذكر بعض الفقهاء قال أنه يقول بعد هذه الصلاة اللهم صلي على الملائكة الطيبين، قالها القاضي أبو يعلى، ونقول أيضا هذا غير صحيح، بل يجب الوقوف عند النص. من أهل العلم من يقول في الصلاة الإبراهيمية إنه لم يرد الجمع بين الصلاة على النبي وآله وعلى إبراهيم وآله، ولكن اعترض على ذلك بأنه قد ثبتت رواية بذلك. طيب، من المسائل أيضا الأخير لعل نقف عنده انتهاء الوقت، وهي قضية الدعاء للميت وتكون بعد التكبيرة الثالثة. والدعاء للميت مشروع، وقد وردت فيه آثار متعددة، والسنة الوقوف عند أو ذكر ما ورد، ويجوز الزيادة عليه، لأن الدعاء هنا دعاء مطلق ليس من الأدعية المخصصة التي لا يجوز الزيادة عليها. كما أن أهل العلم يقولون أيضا يستحب تسمية الميت، ولذلك أحمد كان يقول يستحب تسمية الميت في الدعاء، فتقول اللهم اغفر لزيد أو لعمر. ولذلك لما سئل الإمام أحمد هل يسأل المصلي ما اسم الميت لكي يدعو له باسمه، قال نعم، فإنه يستحب التسمية في الدعاء. من أيضا المسائل لو كانت المرأة ميتة، من الفقهاء من يقول إذا كان المصلى عليه امرأة فإنه إذا جاء الدعاء وأبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله وزوجا خيرا من زوجه، يقول المرأة لا تدعو لها بهذا الدعاء، فلا تقل وأبدلها زوجا خيرا من زوجها، ولا تقل وأبدلها أهلا خيرا من أهلها. ذكر هذا بعض فقهاء المالكية، والصحيح أن المرأة يقال لها هذا الدعاء، ولذلك فإن الشوكاني ضعف من قال هذا الشيء، وقال إن النص ظاهره أنه يقال للرجل والمرأة، فقد تبدل المرأة زوجا خيرا من زوجها في الدنيا من حيث الطباع، فقد يكون زوجها في الدنيا سيء الخلق، فإذا جاء في الآخرة أبدلت بزوج أطيب خلقا منه، وهو قد يكون هو نفسه، والعلم عند الله كيف يكون ذلك. الأمر الأخير في الدعاء، إذا كان الميت طفلا فهل يشرع الاستغفار له؟ الفقهاء يقولون نعم يجوز الاستغفار، لكن الأولى عدم الاستغفار للميت إذا كان طفلا، وإنما يبدأ الاستغفار ما يقال اللهم اغفر له، وإنما يبدأ الاستغفار للميت بدعاء لوالديه بأن يكون هذا الولد فرطا لهم، وأن يكون لهم أن يكون حجابا لهم عن النار. إلى هنا نكون قد أنهينا 6 مراحل من المراحل المتعلقة بالجنائز. أسأل الله عز وجل الجميع التوفيق والسداد، وإن شاء الله بعد الصلاة نأتي للأسئلة وما يتعلق بذلك. الله أكبر.